الجزء التاني الهم قوي، وساعات للاسف الواحد بقى يحس ايه، يحس ان اتحاد الكوره ده منافس للانديه، اتحاد منافس للانديه، مش بيساند ويدعم الانديه، مش بيحاول ان هو يسهل الامور او يدي اريحيه للانديه اللي بتمثل مصر في البطولات الافريقيه. بالمناسبه احنا مش بنهاجم، كل الدعم للاتحاد وكل، عشان ما حدش بس ايه ياخد الامور بمحمل مختلف، لكن احنا بنقول بعض الحاجات كده اللي المفروض من اتحاد الكره من نفسه كده يراعيها. يعني انت مثلا عندك مباراه المقاولين بكره بالنسبه للنادي الاهلي، وكلام مش بس عن النادي الاهلي، انا بتكلم بقى على كل الانديه اللي بتشارك في افريقيا، لكن هو موضوع حصل يعني بالنسبه للنادي الاهلي لان مباراته اتاجلت مع نجم الساحلي من يوم 24 ليوم 26، فبالتالي كانت فرصه مهمه قوي للاهلي ان هو يلعب مباراه بكره يوم الاحد مع المقاولين، وبعد كده يروح ايه الحد اللي بعده يلاعب النجم الساحلي، فيبقى في مساحه ان انت تستعد بالشكل الانسب لهذه المباراه. لكن فجاه لان اتحاد الكره حط مباراه انبي يوم 22، يعني يوم الاربعاء اللي جاي، لان انت تلعب الحد تريح الاثنين والثلاث وتلعب على طول الاربعاء، وكانت تريح خميس جمعه سبت تلعب الحد مع النجم الساحلي. فدور اتحاد الكره فين؟ هتقول لي اصل اتحاد الكره معذور، اتحاد الكره ضغط المباريات التاجيلات اللي حصل، ومين اللي كان عامل التاجيلات؟ ومش هنفتح الملف ده تاني يعني، خلاص ملف وخلص. لكن في نفس الوقت، في نفس الوقت انت ما تاثرش عليا، انا نادي بنافس في افريقيا، نادي بلعب باسم مصر، لازم يكون في اريحيه شويه في ضغط المباريات، ما يبقاش بالطريقه دي، ما تبقاش الامور كلها يعني بتتصعب على النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله مفيش حاجه صعبه، ان شاء الله الجهاز الفني هيقدر يتعامل يعني مع الظروف اللي بتقابله، وعندنا ثقه كبيره جدا فيهم. لكن في نفس الوقت كان مطلوب يعني اتحاد الكره يعني يراعي بس المسيره الافريقيه للانديه بشكل عام، وفرص اراحه الفريق قبل مواجهه مهمه قبل مباراه النجم الساحلي، لان الامر بيبقى مهم قوي لما في الاخر يكسب الاهلي او الزمالك بطوله افريقيه مثلا، بيتقال ايه الاهلي المصري فاز بطوله دوري ابطال افريقيا، فحاجه في الاخر تحسب لمصر. النادي الاهلي ده مؤسسه كبيره جدا داخل مصر، لازم يكون في مساعده ومسانده، مش نحس في بعض الاحيان ان في تنافس ما بين الاتحاد والانديه، حاجه في الحقيقه غريبه هنا في مصر بس يعني. لكن في العموم ان شاء الله باذن الله اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في كل التحديات الصعبه والظروف اللي بيعاني منها على مدار المرحله الحاليه، وفي الحقيقه الامر صعب شويه، لكن الثقه، كل الثقه في الجهاز الفني واللاعبين، وهم في الحقيقه يعني منظومه كامله متكامله النادي الاهلي، سواء كجهاز فني كمسؤولين طبعا في البدايه، وايضا كلاعبين، وقادرين ان شاء الله ان هم يلبوا طموحات جمهور النادي الاهلي في كل مكان.